إنه لحدث طيب كطيب نواياكم واجتماعكم هنا في مصر الطيبة المحروسة المحفوظة، وهي سنة محمودة للتباحث في شؤون الأمة وما يستجد لها من أمور ويعن لها من أحداث ومستجدات لم تكن من قبل حاضرة، غير أن مستحدثات العصر وتقدم العلوم والتكنولوجيا وتعقد الروابط وتنازع الأفكار والعلاقات جعلت من تطور الفتوى وطرقها وموضوعاتها لزاماً على الأمة وعلمائها تحقيقاً لضرورات المواكبة والتماشي مع مقتضيات العصر. لكن قبل أن نشرع في فعاليات هذه الجلسة الختامية، فخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم أخرج منها ماءها ومرعاها ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق أصدق من قال، وصدق من بلغ عن رب العالمين في مراده أن يكون الإنسان في خلقه في أحسن تقويم. واتساقا مع كون هذا الدين يصلح الدنيا كما يصلح الآخرة، وأنه يصلح لكل زمان ومكان، فكان الربط ما بين مستحدثات العصر وما بين الإفتاء مثاراً للنقاش وموضوعاً لهذا المؤتمر الذي يجيء قبل أسابيع قلائلة من انعقاد حدث مهم يعقد هنا على أرض مصر، ألا هو مؤتمر المناخ COP27. لذا فكان ذلك الموضوع مطروحاً على أجندة أعمال المؤتمر، مع كلمة سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس حول الميثاق الإفتائي لمواجهة التغيرات المناخية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، الإخوة الكرام على المنصة، أصحاب المعالي والغبطة والسعادة والعلماء الأجلاء، الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أسجي إليكم تحية طيبة مباركة من رحاب المسجد الأقصى المبارك من قلب القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية إن شاء الله. وإنه لمن حسن الطالع أن نلتقي في هذا المؤتمر العلمي الإفتائي في شهر ربيع الأول، شهر ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى كل إخوانه من النبيين والمرسلين. وإنه كذلك من حسن الطالع أن يستضاف هذا المؤتمر في هذا الوقت الذي يحاول العالم، كل العالم، أن يحافظ على التنمية المستدامة. وما من شك أن من أهم الدعائم لذلك هي الفتوى وبيان الحكم الشرعي. واسمحوا لي كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على حسن وكرم الضيافة. والشكر موصول إلى فضيلة أستاذنا الكبير الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وكل العاملين معه في دار الإفتاء المصرية على حسن الترتيب والتنظيم لهذا المؤتمر العتيد. وكان من نتائج هذا المؤتمر وعلى جنباته ميثاق الإفتاء، هذا الميثاق الذي جاء كذلك نتيجة طيبة لبحوث
قيمة في هذا المؤتمر، وهو كذلك يسبق مؤتمر المناخ العالمي الذي سيعقد أيضاً في أرض الكنان. فالحمد لله مول النعم الذي وفق إخواننا لإصدار هذا الميثاق في ختام مؤتمرنا المبارك على هذه الأرض الطيبة، أرض مصر. ويأتي ذلك مع ترقبنا جميعاً لانعقاد الدورة 27 لقمة المناخ العالمية التي تعقد أيضاً في هذه الأرض الطيبة، وما يمثل بالتأكيد هذا الحدث العظيم من فرصة سانحة للبشرية لإعادة التأكيد على تحمل مسؤولياتها حيال هذا الأمر الجليل، أي أمر المناخ، وتحمل المسؤولية حيال الأجيال القادمة واللاحقة التي تعيش معاً على هذه الأرض التي أوجدها الله مقاماً للبشرية جمعاء. أيها الإخوة الحضور جميعاً، إن الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم إذ تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كمؤسسة إفتائية تتحمل مسؤولية مجال الإفتاء في العالم وما يقدمه للعالم من إسهامات في مواجهة المشكلات وحلها. وإذ تعي الأمانة العامة أن أنظار شعوب العالم كلها تتجه إلى الخطاب الديني وإلى الأديان وقادتها وإلى القيام بدورهم في دعم الإصلاح وتأكيد الصلاح ودرء الفساد عن عالمنا وكوكبنا الذي نعيش فيه، وإلى هذا الدور الواعي في اتجاه هذه القضايا الهامة. وانطلاقاً من هذه المسؤولية وكذلك انطلاقاً من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية وتضامناً مع المصلحة الوطنية والإنسانية والعالمية وتعميقاً للوعي بمخاطر ومشكلات ما نجم عن تغيرات المناخ على كافة الأصعدة والمجالات في الحياة الإنسانية كلها. وحتى يكون الإفتاء واحداً من المجالات التي تسهم في حل المشكلة والتوعية بها، وحتى نفعل ما أسسه المفتون عبر العصور من استشراف الأحداث الحالية والمستقبلية، وحتى نستجيب لتطلعات الشعوب التي تنتظر منا المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة. فإننا نعتمد للإفتاء والخطاب الدين الرشيد الميثاق الإفتائي الأول للتعامل مع المتغيرات المناخية، وهو الميثاق الذي بين أيدي حضراتكم جميعاً، والذي نوجز منطلقاته وأهم ما ورد فيه. أولاً، تقديراً للموقف الراهن للكوكب الذي نعيش عليه ولسرعة التحرك لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرض من تبعات هذه التغيرات، وللاعتقاد بأن كل وسيلة أو تدبير يسهم في هذا الأمر إنما هو من باب الواجب الديني والوطني والإنساني على السواء. أوصينا جميعاً بأن من الأفعال ما يصل إلى حد ما يجب المصارعة بالسعي فيه والعون عليه، ومن ذلك التعاون مع كل من يتضرر بسبب تغير المناخ
بما يحفظ له ضروريات الحياة وحاجاتها، ولا يلجأ إلى الاعتداء عليه. ووجوب تحسين جودة الهواء وحمايته من الضوضاء، وتحسن نوعية المياه ومصادر الأرض، ونشر اللون الأخضر على الوجه الذي يحسن جودة البيئة وحماية المحميات الطبيعية من أي تغير أو تلوث، وحماية الثروات الوطنية والموارد الطبيعية، ودعم العاملين في مجالاتها كالصيادين وغيرهم، وحماية التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. وأوصينا أيضاً في هذا الميثاق بضرورة دعم مشاركة المرأة في جهود التنمية المستدامة، ودعم كافة جهود الدول في هذه التنمية، لينعم العالم بموارده على الوجه الأكمل، ودعم كافة جهود إعادة تدوير الموارد بما يتوافق مع حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي، وكذلك استخدام المواد الصديقة البيئة في الاستعمال اليومي للمواطنين، وتفعيل الأوقاف البيئية باعتبارها صدقة جارية ووقفا خيريا بما يشمل استصلاح الأرض وتدوير المخلفات، والتوسع في هذه التوعية من الأوقاف لدعم جهود الدول في حماية البيئة والمناخ. ثانيا، تتفق الأديان جميعها على إزالة الضرر ومنع الإضرار بالخلق وتحريم ذلك وتجريمه، خاصة إذا كان عمدا وكذلك المتسبب فيه، وأن درجات التحريم والتجريم تتفاوت بقدر الضرر المترتب على الفعل، ومن ذلك تداول النفايات الخطيرة والإعانة على ذلك، وكذلك استيراد النفايات الخطيرة أو السماح بدخولها لأراضي الأوطان من غير ترخيص من الجهات المختصة، والتعدي على الرقعة الخضراء بالبناء المخالف. ويوصي المؤتمر أو الميثاق بأنه مما يحرم على المكلف فعله ويأثم من يقوم به مما يضر بالبيئة من صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات أو الكائنات البحرية التي يحرم صيدها، وقطع أو إتلاف النباتات المحرم قطعها كذلك أو التعدي عليها، وكذلك الاتجار في الكائنات الحية المهددة بالانقراض من غير ترخيص من الجهات المختصة، والتخلص من المخلفات الخطيرة في غير الأماكن المخصصة لذلك، لأن كل هذا يؤثر على البيئة والمناخ، وكذلك استعمال المبيدات والمركبات الكيماوية واستخدامها دون مراعاة للشروط المقررة، والتعدي على المحميات الطبيعية بألوان التعدي المنصوص عليها في القانون إلى آخر ما نصت عليه القوانين وأكده هذا الميثاق. وفي الختام، نتوجه إلى المجتمع الدولي بأسره بنداء صادق ليتحمل كل أفراده مسؤوليتهم ويتخذوا دورهم حيال التهديد الذي يهددنا ويهدد البيئة والمناخ جميعا، وأن يكون تحمل المسؤولية متحلياً بالعدالة التي تقتضي توزيع المسؤولية على قدر مباشر من الضرر أو التسبب فيه. ونرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى أن يؤتي مؤتمركم هذا ومؤتمر المناخ القادم المنعقد في شرم الشيخ ثمارهما المأمولة لصالح كل إنسان يعيش على هذه الأرض، وأن يكتب التوفيق والنجاح
للوصول إلى خطة خضراء وتنمية مستدامة تضمن سلامة الإنسان والأوطان. وكذلك نتوجه إلى الله تعالى في الختام أن يحفظكم وأن يحفظ مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً ودار إفتاء يشع منها نور الخير والرشاد، أن يحفظهم بحفظه الجميل، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولأن العلم هو باب الوصول، والالتجاء إلى معطياته هو الدرب الذي يسلك، فالاحتفاء والتكريم لمن أسهموا في صياغة حياة أفضل لمجتمعاتهم وأمتهم يظل أمراً مهماً. إلى تسليم جائزة الإمام القرافي. والإمام القرافي هو الإمام شهاب الدين أبو العباس القرافي المصري، المتوفى سنة 684 للهجرة. هو عالم الفقه والأصول واللغة والأدب والطبيعيات والعقليات، والذي من قوله إنه ينبغي لذوي الهمم العالية ألا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم. وتسلم هذه الجائزة إلى الدكتور محمد بن ليمان والدكتور محمد سيف العدل أيوب، نائبين عن فضيلة الأستاذ الدكتور ناظر الدين محمد مفتي سنغافورة، يقوم بتسليم هذه الجائزة فضيلة المفتي دكتور شوقي علم. الآن مع هذه الكلمة المسجلة للدكتور ناظر الدين محمد مفتي سنغافورة موجهة إلى حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، أصحاب الفضيلة والسماحة والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً سامحوني على عدم استطاعتي للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر المهم المبارك، وذلك لسبب طارئ مانع عن السفر، ومن طبيعة الجائحة كما علمنا أنها تأتي بالمفاجآت. وأشكر حضراتكم على حسن دعواتكم لي، وإنني وإن لم أكن معكم جسمياً فإني معكم روحياً وعقلياً، وأشكر الله على فضله الجسيم ومنته العظيمة، إنه بهديه وتوفيقه يستقيم أمر الإفتاء. ولا نقول إلا ما قال سيدنا شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبالنيابة عن إخواني
أعضاء لجنة الإفتاء بسنغافورة، بل عن الشعب السنغافوري بصفة عامة، أود أن أعبر عن شكرنا الجزيل لدار الإفتاء المصرية، وخاصة لمفتي ديار المصرية، وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك لتقديركم المشكور لأعمالنا الإفتائية المتواضعة في سنغافورة. إن مثل هذه الأعمال بل القيادة الدينية بصفة عامة في العصر الراهن وفي واقعنا المعاصر لها أهمية بالغة، ولها دور عظيم وحاسم في بناء مجتمع مسلم ناجح وواثق وقادر على التعايش مع شتى تحديات الحياة. وإن جائحة الكوفيد لا تمثل نوعا من هذه التحديات، بل كانت من أصعبها وأرهقها لم يسبق لها مثيل. ومن هذا المنطلق يتطلب الإفتاء في يومنا هذا إلماما دقيقا بالواقع ورؤيا ثاقبا للمستقبل، مسترشدين في كل خطوة من خطواتها بأصول هذه الشريعة ونصوصها وقيمها، ومراقبين لذاتية العادات وصفاتها والتغيرات التي حلت بها. وها هو إمامنا القرافي رحمه الله رحمة الأبرار، ومن تسمت هذه الجائزة المباركة باسمه، يوجهنا إلى أهمية فهم الواقع والعادات، حيث قال: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين. وهذه العادات قد تؤثر على فهمنا وتفسيرنا للضروريات والحاجيات والتحسينيات في واقع من الوقائع. فكم من حاجية الأمس، بل ربما من تحسينياته، أصبحت من ضروريات اليوم. وأعتقد أن الإفتاء دخل اليوم في مرحلة جديدة ذات خطورة بالغة، وفي نفس الوقت ذات فرص ثمينة. إن التطورات المتأخرة بما فيها الأزمات المتعددة صحية واقتصادية وأمنية وبيئية وما إلى ذلك، تؤكد لنا بأن الأمة الإنسانية وليست الأمة الإسلامية فحسب في أمس الحاجة إلى رؤية متجددة ومنعشة للحياة الذي يسود فيها الفعل والعمل والتعاون والتوازن والوسطية والسلام، وليس الذي يستحوذ عليها الشؤم والتكاسل والتخالف والاختلال والإفراط والتفريط والتطرف. وللإفتاء دور كبير في هذا المجال، فعلماء هذه الأمة ومفتوها هم القادة والقدوة، وهم في الصف الأول لهذه الأمة لتحليل قضاياها وإرشاد مجتمعاتها بما لديهم من علم وحكمة ومهارة وخبرة. وهذه التحديات مع تعقيدها تحتاج إلى أكثر من التعاون وتبادل الخبرات بيننا، ولدار الإفتاء المصرية الفضل في هذا المنوال. فمؤتمركم هذا مثلا هو بداية خير، مع اختلاف مبادراتها المهمة والتي أعتقد أنها ستنتج في المستقبل إنجازات جديدة في تطور الفكر الإفتائي في العالم الإسلامي. وختاما نمد يد الشكر والتقدير لدار الإفتاء المصرية، ونتطلع دائما إلى تعزيز التعاون بيننا فيما يعود بالنفع على أوطاننا ومجتمعاتنا. فنسأل الله سبحانه أن يحفظ علماءنا ويحفظ هذا الدين، ويطهر قلوبنا وينعش عقولنا ويجبر كسرنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. كل عام وأنتم وشعب مصر والأمة البشرية بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم استجب لهذا الدعاء. الدكتور ناظر الدين لم يستطع القدوم نظرا لظروف صحية ألمت به مؤخرا، ندعو له بتمام الشفاء إن شاء الله. صياغة حلول مستحدثة، بل الاستحداث في طريقة تقديم هذه الحلول، صار من المهام الموكلة إلى الجميع كل في مجاله، وصار جهاز المحمول الذي نحمله كلنا في أيدينا يحمل كل مهام ومقتضيات حياتنا. لذا فتطبيق فتوى برو هو خطوة مهمة في طريق الحداثة،
لكن بضوابط الإفتاء المعروفة والمتعارف والمتفق عليها والراسخة مع هذا الفيلم التسجيلي. كفلت التكنولوجيا الرقمية للأفكار أجنحة تعبر الزمان والمكان لتصل إلى الناس في كافة أرجاء المعمورة بسهولة ودون عناء. واليوم يشهد عالم التكنولوجيا والتواصل الرقمي طفرة مشهودة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، شملت مجالات عدة وأصبحت وسيلة مهمة للتواصل الدائم بين الأشخاص لمرونتها وقلة تكلفتها وخصوصيتها ودقتها في ترويج الأفكار والمعلومات. وكما عودتنا الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على مواكبة التطورات الهائلة من حولنا وقياماً بواجب الوقت، تعلن الأمانة اليوم التشغيل الكامل لتطبيق فتوى برو، وهو تطبيق إلكتروني متعدد اللغات أنشأ للتواصل مع الجاليات المسلمة خاصة في الغرب الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى، ليكون بمثابة المفتي المعتدل والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط. One of the problems with Islam in the West in general and Islam in North America specifically is that we are suffering from a crisis of knowledge. There is a lot of information about Islam. There is a lot of access to information. But there is a lack and a deficit in knowledge. What do we do with this information? What paradigm of understanding will we put this information into, and therefore the output will be a clear understanding of our faith tradition as is revealed in the Quran and Sunnah and how we apply it in our day-to-day life. وقد جاء تطبيق فتوى برو إيمانا من الأمانة العامة بأهمية تدويل المعرفة الدينية وتذليل كافة العقبات لأجل وصولها إلى طالبها واستجابة للقضايا التي تشغل المسلمين هناك وتلبية لرغباتهم في الحصول على الفتاوى والأحكام الشرعية التي تعترضهم دون تشويش أو تطرف أو تمييع لأحكام الدين. J'aimerais bien exprimer ma joie pour l'émergence de l'application Fatwa Pro. Elle présente un pas vers un islam clair qui s'éloigne des fatwas des fanatiques, des fatwas d'obscurité, des fatwas incohérentes avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Fatwa Pro est réellement indispensable pour un islam de lumière et j'espère bien qu'il soit un véritable abri pour tous les musulmans francophones dans le monde entier. ويهدف فتوى برو بأن يكون المرجعية الفقهية والإفتائية من خلال تقديم الخدمات الشرعية الآتية: تقديم الفتاوى الرشيدة التي تراعي السياقات والواقع المعيش للجاليات المسلمة حول العالم بأسلوب سهل ومبسط، السماح باستقبال تساؤلات المستفتين من كل أنحاء العالم وبأكثر من لغة، والرد السريع والعاجل على مختلف التساؤلات. Muslims living in the West are in dire need for Muslim leadership, especially when it comes to legal matters. And this is where Darul Ifta is extremely relevant to Muslims living in the West. اتاحت نخبة من المفتين المتخصصين في مختلف جوانب الفتوى لبحث بيئة الفتوى والاجتهاد في قضايا النوازل للخروج بالآراء الصحيحة التي تراعي الزمان والمكان والأحوال والأعراف والتي تحفظ على المسلمين هناك دينهم وتحقق لهم أمنهم وتعينهم على الاندماج بشكل إيجابي وتحصنهم من الوقوع في براثن الفكر المتطرف. إفتاء is an art, it's a fun, it's an art. How you understand the Quran and Sunnah, how you interpret the Quran and Sunnah, and how you apply this to the here and now. This is an art that requires years of dedication, requires a deep understanding of the Sharia sciences, and also understands an understanding of the here and now. Again, this is one of the roles that an institution like Dar al-Ifta can play, and it is my hope that together we can make this positive intervention and helping our brothers and sisters in minority communities in the West. التركيز على وضع أقسام ثابتة في التطبيق تتضمن الإرشاد الديني والاجتماعي والنفسي للمسلم بشكل يجعله قادراً على مواجهة مختلف المشكلات والأزمات. But now, how do we apply that in the current context? That is where the question comes.
Then we need institutions and people who are trained in institutions like Dar al-Ifta al-Misriya to enable us to unpack this understanding and place this understanding in its respective correct places. وتدعم دورة عمل التطبيق مجموعة الخبراء والعلماء والمتخصصين والمترجمين لضمان تقديم أعلى جودة من الخدمات الشرعية. An institution like Dar al-Ifta al-Misriya is extremely important and beneficial so that it can equip us with this training and with this capability of understanding the text and applying the text. Fatwa Pro est une application lancée pour servir le musulman dans le monde entier en matière de fatwa et de sciences religieuses. C'est une tentative sérieuse de guider le musulman dans le monde entier vers les sources crédibles de l'islam dans l'espoir de contrecarrer les appels fanatiques des extrémistes. Enfin, je conseille à mes frères et à mes sœurs en islam de télécharger cette application pour poser leur demande de fatwa et prendre idée d'un islam ouvert à l'autre. وتأمل الأمانة العامة في المستقبل القريب بعون الله أن يكون فتوى برو الساحة الإلكترونية الآمنة والمرجعية المنضبطة للمعرفة الدينية التي يهرع المسلمون إليها في الغرب ومظلتهم للنجاة من موجات التطرف والانحراف والإلحاد. الآن يتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام بالإعلان عن بدء التشغيل لهذا التطبيق المهم. أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة والسعادة والسماحة، في حضوركم الكريم نعلن بمشيئة الله عز وجل وبتوفيقه وتسديده البدء في تشغيل هذا التطبيق المهم إن شاء الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. مبروك إن شاء الله على سائر الأمة وعلى دار الإفتاء ودور الإفتاء في كل مكان. حقوق الأجيال المقبلة من أكثر ما يجب أن يلتفت إليه، ففكرة الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة حفظاً لحقوق الأجيال المقبلة وليس الاستئثار بما هو متاح اليوم الذي هو إغراق في الأنانية المفرطة، هي فكرة يجب تكريسها والحرص عليها، وفي ذلك أحسبها توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتفضل الشيخ مصطفى سيرتش المفتي الأسبق للبوسنة والهرسك بإلقاء كلمته. أولاً نحن نهنئ أخينا الدكتور ناصر الدين محمد ناصر مفتي سنغافورة على هذه الجائزة القيمة، وهو يستحقه كل الاستحقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سماحة مفتي الديار المصرية ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور الهيئات الإفتاء في العالم العلامة أستاذ الدكتور شوقي علام ومعلمنا ومرشدنا في الفتوى، أصحاب الفضيلة والمعالي والسادة الحضور، إن مصر بلد الأمن والأمان والحنان،
حيث يقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. فأهل مصر هم أهلنا، وهي القلب النابض في جسد الأمة، وفيها العلم النافع والأزهر الطيب، والوطن الحاضن للثقافة الإسلامية والقيم الإنسانية، وهي أرض السعادة والاستقرار، والشاهدة على كتابة التاريخ، والحاضنة للتسامح بين الأديان، وصانعة التراحم بين الإنسان وأخيه الإنسان. أيها السادة المشاركين، إننا ونحن في ختام تلك الفعاليات المباركة لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في دورته السابعة تحت عنوان الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، يختلج في صدورنا شعور صادق بالرضا والامتنان معا. أما شعورنا بالرضا فلما شهدناه من إرادة حقيقية من ممثلي هيئات ومؤسسات الفتوى ورجال العلم والفكر حول العالم من سائر بقاع الأمة الإسلامية لتفعيل دور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولسعيهم ومشاركتهم الفعالة بما يحقق تنامي دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في حل المشكلات المعاصرة والمساهمة في صياغة استراتيجيات التطوير التي يعمل عليها اليوم المسلمون في كل مكان بمشاركة إخوانهم في الإنسانية. إن ذلك الرضا الذي غمرنا خلال اليومين السابقين كان انعكاساً لتلك الجهود المبذولة التي تجسدت في صورة عدد كبير من الأطروحات الواعدة والمناقشات المثمرة التي أظهرت بشكل كبير العلاقة والتشابك بين الفتوى الشرعية وبين التنمية المستدامة، ودور الفتوى في تحقيق أهداف تلك التنمية من تحقيق السلم والأمن والعدل على المستوى العالمي، وأهمية توجه الفتوى في بناء المؤسسات القوية ودعم الاقتصاديات الوطنية والعمل على تشجيع الصناعة والابتكار والقضاء على الفقر والجوع والقضاء على البطالة وتحقيق الرفاهية للشعوب وغير ذلك من أهداف التنمية المستدامة التي أظهرت فعاليات المؤتمر ومناقشاته دور الفتوى وعلاقاتها به. إن كم المشروعات والمبادرات التي تم تدشينها وإطلاقها في هذا المؤتمر يشعرنا بمزيد من الرضا، ويطمئن قلوبنا بشكل تام حول مستقبل صناعة الفتوى في مصر وفي الدول الأعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وفي العالم الإسلامي بأسره، ويؤكد على أن تلك القاطرة التي بدأت في التحرك في السنوات الأخيرة لن تتوقف حتى تصل إلى مقصدها وتبلغ الفتوى موقعها الذي نطمح له جميعا. إن تلك المبادرات والمشروعات قدمت إثراء حقيقيا لصناعة الفتوى، وبخاصة المعلمة المصرية
للعلوم الإفتائية التي بلغت إلى الآن 50 مجلداً كاملاً تربط بين الفتوى وتبين علاقاتها مع كافة العلوم وأنشطة الإنسانية والمجالات المختلفة. هذا بالإضافة إلى ورش العمل المنتجة التي أقيمت على هامش المؤتمر ودعمت قضية تحقيق الأهداف التنمية المستدامة. الإخوة الكرام، إننا في ختام مؤتمرنا هذا نشعر بغاية الامتنان لقلب الأمة العربية والإسلامية، أرض السلام والفداء والإباء، جمهورية مصر العربية، لما قدمته من جهود مباركة وحفاوة بالغة في استقبال الوفود وضيوف المؤتمر وتوفير كل ما يمكن لتسهيل مهامها وإقامتها. وأقول نحن نشعر في مصر في بيتنا وفي بلدنا، فشكراً لمصر. إن امتناننا لمصر وقيادتها ومؤسساتها وشعبها نابع من إعجابنا الشديد بما تقوم به مصر اليوم من نهضة شاملة وخطوات تنمية واعية وملهمة يمكن لأمتنا أن تهتدي بها وتنسجم على منوالها، لا سيما وأن كم التحديات التي واجهتها مصر في العقد الأخير كانت بالغة الصعوبة، وكان كم المعوقات أكثر من أي أن يحتمل أو يتوقع إن اجتيازه في تلك السنوات القليلة، إلا أن ذلك الإصرار الذي واجهت به مصر قيادة وشعبا تلك المعوقات والتحديات كان كافيا لاجتيازها والوقوف على بداية الطريق الصحيح الذي نرجو أن نوفق له جميعا إن شاء الله. وأخيرا، فإننا نرجو من الله تعالى أن تستمر تلك المسيرة المباركة التي بدأتها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور والهيئات الإفتاء في العالم في تطوير الفتوى والإفتاء، والتي نرى آثارها وثمارها اليوم يانعة يافعة، وأن نلتقي عاما بعد عام لتلك الغاية الشريفة. وكل عام وأنتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضرتك. الآن أدعو الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومستشار فضيلة المفتي إلى هنا، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ليس عندي أي أوراق، فسأقول كلمة من القلب. منذ 7 سنوات وتحديداً في 2015 ديسمبر 2015 ولدت مظلة جامعة لمؤسسات وهيئات الفتوى في العالم. فكرة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام كانت حلماً أوصى به في أول مؤتمر لدار الإفتاء المصرية عقد في أغسطس 2015، وعملنا على تنفيذها، وأصبحت حقيقة في ديسمبر 2015، أي منذ ما يقرب من 7 سنوات. وأنا أريد أن ألخص رؤية وأهداف
هذه المظلة في سبع كلمات بمناسبة مرور سبع سنوات على إنشائها، من باب التذكير، تذكير النفس أولاً وتذكير أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي، حتى نكون كما يقولون باللغة الإنجليزية على صفحة واحدة، on the same page. أول كلمة أريد أن أذكر نفسي بها وأذكركم في رؤية هذه المظلة الجامعة لمؤسسات الفتوى في العالم هي التشبيك، انطلاقاً من أن أي مؤسسة مهما عظمت ومهما بلغ دورها عنان السماء لن تستطيع بمفردها أن تقوم بواجب الوقت في ظل طوفان التحديات التي نتعرض لها ليل نهار. من هنا جاء أول هدف هو التشبيك، والتشبيك هنا ليس فقط على نطاق المؤسسات والهيئات، ولكن على نطاق الرؤى والأفكار. ومن هنا كانت أحد الورش المقامة على هامش هذا المؤتمر هو التكامل بين العلوم الدينية والعلوم الاجتماعية، فنتكلم عن التشبيك كهدف استراتيجي لهذه المظلة. فهذا أول كلمة، التشبيك. ثاني كلمة هي الاشتباك، نشتبك مع القضايا الملحة، نشتبك مع التحديات، نشتبك مع بعضنا البعض في الآراء والأفكار. وعنوان هذا العام هو مثال لهذا الاشتباك. أتذكر أنني كنت في شرف صحبة فضيلة المفتي في أحد السفريات، ووزعوا علينا الجرائد والمجلات، فقرأنا في آخر 2015 مقالاً في مجلة نيوز ويك، وكان يتكلم، كانت داعش يعني في هذا الوقت هي مسار يعني رعب للعالم كله، فكانوا يتكلمون عن إحصائيات المقاتلين في داعش، ووجدنا أن الإحصائيات مرعبة في الدول الأوروبية من الجيل الثاني والثالث. عقدنا مؤتمراً في 2016 حول هذا الموضوع، التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لدى أئمة المساجد في الجاليات المسلمة. نحن نشتبك مع هذه القضايا الملحة. الكلمة الثالثة وهي بناء القدرات والتأهيل والتدريب، وفضيلة المفتي أخذ على عاتقه هذا الأمر. هذا العام الحمد لله تلقينا طلبات كثيرة، ونلبي حسب الاستطاعة لكي نقوم بهذا الواجب، التأهيل والتدريب. الكلمة الرابعة وهي ملء الفراغ بطريقة احترافية، ملء الفراغ. العالم الآن لا يعترف بالفراغ، فإذا تركنا فراغاً ملأه الآخرون، وليس أدل على هذا الأمر من إطلاق فتوى برو، وهو تطبيق يتيح الإجابة على التساؤلات لدى الجاليات المسلمة. الكلمة الخامسة وهي استشراف المستقبل. استشراف المستقبل أصبح علماً قائماً بذاته، ويبنى عليه دراسات الفيوتشر ستاديز أو الدراسات المستقبلية، وسترون بعد دقيقة أو دقيقتين نموذج مشرف من أعمال الدراسات المستقبلية والدراسات الاستراتيجية
التي قامت بها الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم. الكلمة السادسة هي المؤسسية. نحن ندرك أننا هنا وسنغادر في وقت ما. الأشخاص لا يبقون، ولكن المؤسسات والأفكار تبقى، وتعلمنا ذلك أيضاً من فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام. تعلمنا المؤسسية وليس الفردية. الكلمة السابعة والأخيرة والأهم، والتي أقولها شهادة وأقف أمام الله عز وجل وأقولها بصدق، أننا ننطلق من أجندة وطنية ليس بها أي أجندات، وهذا ما تتفرد به هذه المظلة وكذلك المجامع الفقهية المعتمدة والرسمية ودور وهيئات الإفتاء في العالم. نحن عانينا من الأجندات السياسية، من ويلات هذه الأجندات السياسية. نحن نريد فقط خدمة أمتنا فقط، نريد الخدمة ولا نسعى لتحقيق أي أجندة. وأختم وأقول أن وراء نجاح هذا المؤتمر جنود لا أقول مجهولة، ولكن أقول جنود معلومة مأجورة مشكورة. وفي مقدمة هذه الجنود فضيلة أستاذي ومعلمي وأبي فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، بارك الله فيه وبارك في كل من قام بجهد كبير. وإن كنت أذكر فأذكر معاوني الخدمة الذين لولاهم ما نجح هذا المؤتمر. شكراً لكم. تذكروا السبع كلمات، فهي تعبر عن رؤية وأهداف هذه المظلة. كل الشكر والتقدير لمن حضر هذا المؤتمر. نحن بكم كثر، نحن بكم كثر، ونتمنى رؤياكم ومشاركتكم المباركة في كل فعاليات هذه المظلة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التنمية المستدامة، وكما قلنا، حقوق للأجيال القادمة، وتعظيم للموارد المتاحة، واستثمار للواقع الموجود، ما يستلزم تضافر المتخصصين كل في مجاله، كذلك ربط المجالات التنموية بعضها ببعض، وذلك من أجل الوصول إلى إفتاء داعم للتنمية المستدامة معين على تحقيقها. دراسة مهمة أجريت حول ذلك أسفرت عن نتائج، هي نتائج المؤشر العالمي للفتوى والتنمية المستدامة، ويعلنها الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمع الكريم والمنصة الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرض على حضراتكم حصاد المؤشر العالمي للفتوى حول دراسته المعنونة بفتاوى التنمية المستدامة بين التقويض والتدعيم. وأخذنا نموذجاً للمؤسسات المعتدلة كدار الإفتاء المصرية والتنظيمات المتطرفة كإحدى التنظيمات المقوضة لأهداف التنمية المستدامة. وهذه استجابة للكلمة الأولى التي قالها أستاذي الأستاذ الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة ودور وهيئات الإفتاء في العالم بضرورة الاشتباك مع القضايا المستحدثة. نعرض لكم في عجالة خلاصة نتائج المؤشر العالمي للفتوى.
الدراسة قامت على مجموعة من الفتاوى التي تم رصدها لدار الإفتاء المصرية وبعض التنظيمات، وخصيصاً الفتاوى التي يلقيها منظري التنظيمات المتطرفة، واعتمدت عينة الدراسة على 1000 فتوى، 500 فتوى منها كانت لدار الإفتاء المصرية، و500 فتوى كانت متعلقة بفتاوى التنظيمات المتطرفة، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي، وكانت بين فتاوى دار الإفتاء وفتاوى التنظيمات، وحصلنا على فتاوى التنظيمات من محرك البحث الإلكتروني الخاص بالمؤشر العالمي للفتوى، والتي تنفرد به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. وبطبيعة الدراسة المقارنة أن يكون لها عاملان مقارنان، يعني فتاوى دار الإفتاء وفتاوى التنظيمات المتطرفة. القسم الأول المتعلق بفتاوى دار الإفتاء تناولت الدراسة في هذا القسم الفتاوى من 2013 لحد 2022، وكانت هذه الفترة تحديداً تم اختيارها لأنها كانت أكثر الفترات التي تنوعت فيها الموضوعات وشهدت الكثير من الاضطرابات في القضاء على كافة الأصعدة، وكانت بداية للجمهورية الجديدة وبداية لتعويض الأوضاع المتردية التي كانت تتعرض لها البلاد، وكانت دعماً لجهود التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة المصرية بداية من العام 2015. تضمن هذا القسم والمتعلق بفتاوى دار الإفتاء المصرية 17 هدفاً للتنمية المستدامة، اختصرت في ثلاثة عناصر: تنمية الإنسان وبنائه، عمارة الأرض والحفاظ على ثرواتها، التعايش السلمي المتعلق بالشراكة والسلام المجتمعي. لوحظ أن فتاوى دار الإفتاء المصرية خلال هذه الفترة كانت داعمة بقوة لأهداف التنمية المستدامة بنسبة 80%، أما الجزء الباقي 20% فالدار أكدت فيه على الاحتراز الوجوبي والتنبيه من بعض الأشياء المرتبطة بنماذج معرفية تغاير خصوصية النموذج المعرفي الإسلامي المتعلقة في هذه الفتاوى هذه القضايا. وتوصلت الدراسة أو خلصت إلى مجموعة من النتائج: تطور موضوعات الفتوى التنمية المستدامة في الدراسة من خلال عناصر سنواتها المختلفة، شهد العام 2013 إلى العام 2015 كان نوعية الفتاوى متعلق ببناء المؤسسات القوية ودعم الاقتصاد وحماية المناخ والحياة البرية، وكان هذا مناسب لطبيعة المرحلة. في الفترة من 15 ل17 كان الاهتمام بفتاوى التنمية والازدهار وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية البناء الشاملة والحفاظ على الموارد الاقتصادية والصناعية. في العام 18 والعام 19 كان الاهتمام بقضايا البيئة والمناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النظم الأيكولوجية البرية، وجاء العام 20 إلى العام 22 كان حماية الحياة الفطرية وقضايا المناخ والمحافظة على الموارد المائية. القضايا المرتبطة بتنمية الإنسان خلال هذه الفترة، ده العنصر الأول المرتبط بالإنسان، كان خلال الأعوام من 13 ل15 كان له أكثر من محور، كان أعلاها في هذا الأمر القضاء على الفقر والجوع والبطالة. في عام 2016 كانت قضايا المرأة كانت متصدرة، وصلت إلى 60% من جملة الفتاوى التي كانت متعلقة بالحث على إعطاء المرأة حقوقها، وصلت إلى 60%. في العام 17 كانت قضايا المرأة والمساواة وحقوق الطفل كانت أيضاً هي المتصدرة بنسبة 60%. تطورت نسب القضايا المرتبطة بتنمية الإنسان من خلال خلال القضاء على الفقر والجوع، ده برضه محور مرتبط بالإنسان، وكان عام 2020 هو الأعلى التي تصدرت فيه الفتاوى بنسبة 43%، وده لطبيعة المرحلة بسبب كوفيد-19. وهذه الفتاوى التي يعني عشان نأخذ في عجالة حتى لا يسرقنا الوقت، هذه الفتاوى استهدفت القضاء على الجوع والبطالة، ثم تطور الخطاب في العام من 2020 ل22 على، وكان أيضاً 20 هو الأعلى بسبب كوفيد-19. والقضايا المرتبطة بعمارة الأرض وحجم الفتاوى المرتبطة بها
كانت المحافظة على المصادر المائية، وسنجد هذا الأمر بداية من العام 2020 من الترشيد والبحث عن منابع أخرى للمياه. هناك فتاوى استهدفت الحياة البرية والحفاظ عليها، ظهر بعض الحاجات التي تحرم بعض الأشياء أو لا تجيز بعض الأشياء، كان الهدف منها الحفاظ على البيئة وحمايتها. الاهتمام بقضية المياه أيضاً كانت أخذت حيزاً كبيراً من فتاوى دار الإفتاء، وهناك بعض القضايا المتعلقة بالمواطنة لحفظ السلم المجتمعي وحجم القضايا، وهذا نموذج لحجم القضايا خلال 3 أعوام. نريد طبعاً كان لدار الإفتاء أطلقت بعض المبادرات لأجل الاشتباك مع قضايا التنمية القضية التنمية المستدامة. هننتقل للقسم الثاني المتعلق بتقويض أركان أو أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالتنظيمات المتطرفة. لوحظ أن أو توصلت الدراسة أن غياب فكرة أهداف التنمية المستدامة غايبة عند التنظيمات المتطرفة لتراجع لأنها تروج الأفكار الهدامة التي تنشر الكراهية والقتل والعدوان، ووجدت هناك علاقة طردية أو علاقة عكسية بين التنمية المستدامة والإرهاب. وهذه نماذج للأفكار التي يتم الترويج لها باستخدام الفتوى عند التنظيمات المتطرفة التي تقوض أهداف التنمية المستدامة من خلال الترويج لفكرتين، اللي هي فكرة دعم الموت لمنتمي التنظيم بدعوى الشهادة، ودعم فكرة الموت لمخالف التنظيم بفكرة التكفير. وهذه نماذج من المعروض لهم. هناك أيضاً فتاوى الفكر المتطرف تقوض أهداف التنمية الاقتصادية، وهذا غائب عنهم تماماً، لأن الاقتصاد الخفي للتنظيمات المتطرفة لا ننفي وجود اقتصاد لها، لكنه اقتصاد خفي يتعارض مع حقوق الإنسان واستقرار المجتمعات، وبتعتمد على تهريب البضائع والسلاح وهذه السلوكيات الرافضة لبناء المجتمعات. فكرة غياب المجتمعات المستدامة غائبة لدى أفكار التنظيمات المتطرفة لأنها بتسعى لهدم المؤسسات الوطنية وتنفي فكرة المواطنة لاستقرار الحدود، وبتعتمد العنف كمنهج للإصلاح. طبعاً من ضمن الفتاوى انتهاك الفتاوى الخاصة بالمرأة، وطبعاً كانت الفتاوى وصلت 10%، وكانت متمثلة سلوكيات الانتهاك كانت مشاركة النساء في العمليات الإرهابية والاستيلاء على أموالها وحرمانها من حقوقها في التعليم. وختاماً نصل إلى توصيات الدراسة. لابد من الاستمرار في الاهتمام بفتاوى دعم الاقتصاد الوطني الهادفة لتحقيق التنمية والازدهار ومواجهة الظواهر الاقتصادية السلبية في الاحتكار والغش التجاري، إنشاء وتأسيس وحدات لرصد وتفنيد القضايا الاستشرافية من واقع القضايا الجدائية المصارعة عبر الساحات الإعلامية ومواقع التواصل، منح مزيد من الاهتمام بالظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على المجتمع المصري، وذلك من خلال تكثيف جهود وتوعية الشباب بشأن طبيعة علاقاتهم الاجتماعية، ومنح مزيد من الاهتمام بقضايا المناخ والحفاظ عليها، وأخيراً تدويل المعرفة الدينية المتمثلة في جهود الأمانة العامة ودور الإفتاء في العالم من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية. معذرة على الإطالة، وشاكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل ما في العمل فائدته، والنفع الذي يعود على الناس منه، لذا فقيمة هذا المؤتمر هو في نتائجه وتوصياته وما يغيره في واقع الناس وحياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. البيان الختامي والتوصيات يلقيها فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى اختتام فعاليات هذا المؤتمر القويم، الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، والذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أداءً للواجب المنوط بها تجاه قضية وقضايا الأمة الإسلامية وسائر التحديات الإنسانية، وبيان دور الفتوى في التعاطي معها، ولما رأت من أهمية لدعم أهداف التنمية المستدامة
على المستويين الوطني والعالمي. وقد شهد المؤتمر حضوراً مميزاً من كبار المفتين والوزراء ومن علماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام والباحثين وعلماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة والمتخصصين في قضايا البيئة وتمكين المرأة وغير ذلك من القضايا التي تمس الإنسان في كل مكان. وناقش المؤتمر في أثناء الفعاليات بين جلساته وورش عمله وأبحاثه المقدمة ونقاشاته، ناقش قضايا الفتوى الشرعية ودورها في ودورها المؤثر في تحقيق التنمية للدول والمجتمعات، وكيف يمكن للفتوى أن تكون ركناً في إعمار الأرض الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وحرص المؤتمر من خلال أعماله وانطلاقاً من رسالته على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها تحديد ماهية وأبعاد التنمية المستدامة وإبراز أهدافها ومبادئها وعناصرها، مع رصد التطور التاريخي لمفهوم التنمية وتحديد المفهوم الشرعي للتنمية المستدامة وتأصيله في القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحقيق شواهد التنمية المستدامة من المصدرين الأساسيين وترسيخ قيم التنمية في الدولة الحديثة. وكان من أهم أهداف هذا المؤتمر تحليل التجارب العالمية والدولية في التنمية المستدامة وبيان علاقة الفتوى الشرعية بالتنمية المستدامة وتقديم مخرجات إفتائية علمية رصينة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما استهدف المؤتمر بجلساته إيضاح دور الفتوى في تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية والبيئية للتنمية، وبخاصة قضية التغير المناخي وتمكين المرأة وقد انطلقت جلسات المؤتمر المثمرة تحت شعار نحو إفتاء داعم للتنمية المستدامة. وناقش المحور الأول منه دور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي المحور الثاني بيّن دورها في مواجهة معوقات التنمية، ثم ختم المؤتمر أو هذا المحور في محوره الثالث بأحد أهم قضايا العصر، وهو دعم الفتوى للاقتصاديات الوطنية. وعلى هامش هذه الجلسات عقدت مجموعة من ورش العمل تناولت قضية تأهيل القادة الدينيين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وناقشت كذلك الدور المنوط بهم في ذلك وآلية مراعاتهم لأهداف التنمية المستدامة. ثم في ورشة أخرى ناقشت التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية في تحقيق أهداف التنمية. وقد بيّنت هذه الورشة نقاط التلاقي بين الفتوى وبين العلوم الاجتماعية والطبيعية، وكذلك بيّنت جهات التأثير والتأثر بين كل من تلك العلوم والفتوى. ولأهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبسبب التحديات التي تواجه البلدان والمؤسسات في التحول الرقمي مع التطور المتلاحق للتقنية الرقمية، ولأنه صار من اللازم وسيرة سائر مؤسسات الإفتاءات لهذا التطور، لذلك خصص المؤتمر ورشة عمل ثالثة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة. وكان من أهم أهدافه هذه الورشة الوقوف على آليات التعاون بين المؤسسات الإفتائية في الاستفادة بالتقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي في سبيل تعزيز أهداف التنمية المستدامة. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى في مؤتمرنا هذا إلى إطلاق عدد من المبادرات المهمة والمخرجات المتميزة التي أثرت المؤتمر وجلساته وحلقاته النقاشية. وقد خرج المؤتمر في ختامه
بمجموعة من التوصيات وبمجموعة من القرارات المهمة التي خلص إليها من خلال اقتراحات السادة المشاركين من العلماء والباحثين، وجاءت التوصيات على النحو الآتي: أولاً، يدعو المؤتمر إلى المزيد من الاهتمام بعمليات التأهيل والإعداد للقادة الدينيين وتدريبهم على مراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشرها والعمل على دعمها من خلال أدوارهم في المجتمع. ثانياً، يدعو المؤتمر إلى التعاون الدائم في مجال التنمية المستدامة والشاملة على المستويات كافة للوصول إلى غاية مشتركة ونتائج واقعية ملموسة، ومن ذلك إنشاء مكاتب ووحدات تمثل قنوات الاتصال بين المؤسسات الدينية وخاصة الإفتائية والدوائر التخطيطية والتنفيذية القائمة على المشروعات التنموية للتنسيق فيما بينها فيما يستجد ويكون للفتوى دور فيه. ثالثاً، يهيب المؤتمر بالمؤسسات الإفتائية بضرورة العناية بالفتاوى المتعلقة بقضايا التنمية ومحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية ومواجهة معوقات التنمية كالانفجار السكاني والجهل ونحو ذلك. رابعاً، يدعو المؤتمر الجهات المعنية بوضع المناهج الدراسية وتطويرها إلى تعزيز حضور قضايا التنمية المستدامة في الدرس الفقهي الشرعي في المعاهد والجامعات التي تدرس الموضوعات الفقهية والشرعية. خامساً، يثمن المؤتمر كافة المخرجات التي صدرت وعرضت في فعالياته ويدعو الباحثين والمختصين للإفادة منها. سادساً، يشيد المؤتمر بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، وكذلك يشيد المؤتمر بما تقوم به كافة الدول العربية والإسلامية في ذات الشأن. سابعاً، يشجع المؤتمر المؤسسات الثقافية والدينية على تنظيم مسابقات دورية ورصد مكافآت وجوائز كبيرة تشجيعاً للأعمال الدينية والفكرية للقطاع التنموي. ثامناً، يؤكد المؤتمر على ضرورة ربط كل المجالات التنموية بعضها بالبعض الآخر، والتي تجعل من الإنسان مرتكزاً رئيساً لهذا المشروع الحضاري التنموي، فتهتم به فكرياً وتهتم به اقتصادياً وتعليمياً وصحياً وبيئياً. تاسعاً، يؤكد المؤتمر على الدور الإعلامي المنوط بالمؤسسات الإفتائية والدينية في التوعية بعمليات التنمية وأهميتها وموقف الفتوى والتشريع منها. عاشراً، يهيب المؤتمر بالمؤسسات الوطنية التعليمية والدينية وغيرهما على الصعيدين المحلي والعالمي بضرورة ترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة في كافة صورها براً وبحراً وجواً، باعتبارها الركيزة الأولى لكافة منطلقات التنمية المستدامة. 11، يؤكد المؤتمر على أهمية التوعية الدائمة بخطورة قضايا التنمر والتعدي على الخصوصيات وعرقلة التكافؤ بين حقوق الجنسين نظرياً وعملياً لتفادي جزء كبير من معوقات التنمية. كما يناشد المؤتمر المؤسسات التعليمية والتشريعية بضرورة التعاون في التوعية المبكرة والعلاج المتتابع لهذه المخاطر. 12، يؤكد المؤتمر على ضرورة اعتبار حقوق الأجيال البشرية القادمة في التنمية المستدامة من حيث الاستفادة بموارد الطبيعة من ناحية وعدم تقييد حياتهم بفتاوى قاصرة من ناحية أخرى، ويبين بوضوح أن من أهم ركائز النظر السليم للمؤسسات الإفتائية أن تراعي في بحثها وتطبيقها هذا المبدأ الإنساني، فلا تقرر اليوم ما يضر بالبشرية غداً. 13، يشيد المؤتمر بالأهداف السبعة 17
للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة واعتمدتها جميع الدول الأعضاء في سبتمبر 2015، ويؤكد على أنها تتوافق تماماً مع مقاصد الإسلام وتمثل خطوة جادة ومحورية في طريق تحقيق التنمية المستدامة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مجتمع. رابع عشر، يدعو المؤتمر المؤسسات الإفتائية ومنابر الخطاب الديني بكافة صوره أن تضع في قمة اهتماماتها دعم الاقتصاديات الوطنية المحققة للتنمية والتصدي لما يعرضها لمخاطر التراجع من الفتاوى المضادة، وهي أحكام شاذة ورؤى قاصرة لا تتسق أبداً مع المقاصد الكلية للأديان ولا تتناسب مع حالة العصر. خامس عشر، يدعو المؤتمر الباحثين والنابهين إلى ضرورة التنقيب في تراثنا الفقهي عن كنوز النظر المستنير الداعم لمفهوم التنمية في كافة العصور وفي كافة الصور، ويؤكد على أن أسلافنا الأماجد لم يكونوا بمعزل أبداً عن أهداف الشرع الشريف ومقاصده في تنمية الإنسان وإنعاش الحياة. سادس عشر، يؤكد المؤتمر على أن العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة واجب إنساني في المقام الأول، وهو يخص جميع البشر على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وعقائدهم بحكم المصير المشترك لهم جميعاً بالرخاء في حالة إثمار الجهود أو البؤس الشديد في حالة تفاقم المعوقات والمخاطر. سابع عشر، يدعو المؤتمر كافة المؤسسات الإفتائية إلى التواصل مع العلماء والخبراء في مجالات التنمية المتنوعة من التعليم والاجتماع والاقتصاد والبيئة والفضاء والإعلام، والاعتماد على معطيات التحول الرقمي لتطوير أدبيات الفتوى والإفادة منها على نحو فعال في العالم المعاصر، وذلك ليحقق أهداف التنمية المستدامة وليسترشد بتجربة الأمانة العامة لدور هيئات الأفتاء في العالم ودورها الرائد في هذا المجال. وفي الختام، يتوجه المجتمعون بالشكر لسيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر ولكل من ساهم في هذا المؤتمر، متمنين لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية والعالمية التوفيق والنجاح والاستقرار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. إذن في الختام، مبارك عملكم، توفيقكم، توفيق للأمة وتيسير لها للأمة بأسرها، فوفقكم الله دائماً، حفظ الله هذا البلد وهذه الأمة. السلام الوطني.